اهلا يا مجد، خير؟ حنين جرى لها حاجه؟ ارتحت يا زكريا؟ عملت اللي في دماغك؟ انت بتقولي ايه؟ ايه؟ عامل نفسك ما تعرفش حاجه؟ انت ضيعت اللي انا عملته في 15 سنه عشان انا نيتك ضيعت مستقبل بنتك. اسمعي يا مجده، اللي ضيع مستقبلي ومستقبل بنتي يا اختك، وانت عارفه كده كويس. اذا كنت جايه بعد السنين دي كلها علشان تديني درس في الاخلاق، وفري كلامك ملوش عازم. واذا كنت جاي علشان تعيشي دور الام وتعملي امها، فانت عارفه كويس انك انت مش امها. بمزاجك او غصب عنك انت مش امها. حنين دي بنتي، دمي ولحمي، زرعتي اللي ضحيت بعمري كله علشانها، عشان اشوفها تكبر في جو نظيف. انا استحملت غيابها عني وانا مصدوم وسكت، استحملت قساوتها عليا وانا مصدوم برضه وسكت. اذا كنت جاي علشان تكرري الكلام اللي تقوليه في بيتك عشان ابعد عنها، هتبقي وهمانه، تبقي غلطانه. مش هبعد عنها، وعايزك انت تبعدي عنها. لو سمحت تبعدي عنها وعن طريقي. انت ما حافظتيش على الامانه اللي سبتها عندك. عموما يا زكريا، بنتك طفشت، سابت لي البيت. بتقولي ايه؟ ايوه يا زكريا، عرفت كل حاجه. بنتك بهدلتني، قلبت عليا الدنيا، لمت هدومها ومشيت، حاولت امنعها ما عرفتش، بكلمها من امبارح قافله تليفونها. يلا يا عبد العزيز، الاكل هيبرد. عايز يا عبد الرحيم؟ كنت بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ طب وانت مالك؟ كنت بكلم واحدة صاحبتي. حلوة ولا مش حلوة؟ يا مين دي يا؟ صاحبتها. جبتها ازاي صدق ده؟ حبيبتي. ايه ده يا عم ده كله؟ دي وليمة مش عشا. بالهنا والشفا يا حبيبي. يلا سلمي وكل. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت مش هتاكلي معانا ولا ايه يا عم؟ لا انا صايمة النهاردة وسبقتك. تيتا تيتا، تعرفي ابوه كان بيكلم مين؟ ها؟ ده كان بيكلم واحد صاحبه. اسكت عين. رايح فين؟ هلعب في اوضتي. اهو طول النهار على كده، يا قاعد قدام الكرتون يا قاعد قصاد الكمبيوتر. الدنيا اتغيرت يا عم، الجيل بقى غير الجيل. احنا كان زمان اخرنا ايه؟ ماما نجوى، جنينة الحيوانات، بقلز. انما ده زرار بس على الايباد، العالم يبقى بين ايديه. اه النبي يا ابني، الايام والسنين بتجري، بس يلا هناخد زماننا وزمن غيرنا. ايه كلام العواجيز ده يا ماما؟ اتعلمتيه فين؟ انا خايفه يا عبد العزيز. عمرك ما تخافي وانا معاكي. انا خايفه عليك انت، خايفه للدنيا تسرقك يا ابني. لا الكلام ده ورا حاجه، هاتم الاخر. والاخر عايزك تتجوز. عايز انا اجيب مرات اب الوقت ولا وحشك دور الحما؟ حما؟ وانا عمري كنت حما؟ هو في اهبل مني؟ انا خايفه عليك انت وعلى ابنك. ابنك دلوقتي لسه صغير، يعني لو شفت عروسه بنت حلال كده واتجوزتها، الواد هيتعود عليها. انا اذا كنت عايشه لك النهارده مش عايش لك بكره يا ابني. ربنا يديك طول العمر يا امه. أعم زكريا، لا أنا أبقى فاهمك كل حاجة. يا عم زكريا ما تقلقش، إن شاء الله هنلاقيها. طيب أنا جاي لك حالا. في إيه يا عبد العزيز؟ لا ما فيش، الموضوع كده هفهمه لك بعدين. وأنا قصرت في إيه بس يا باشا؟ بتمشي غلط يا جمع، ما فيش عملية أكلفك بيها وتستر للآكل. بعد كل العمليات اللي أنا عملتها دي يا باشا، وما فيش عملية بتستر. طب أؤمر وأنا أنفذ. طب أؤمر وأنا أنفذ. طب أؤمر وأنا أنفذ. ده اللي أنت فالح فيه. أنت ليش ليه فالح المعلومات اللي طلبتها منك عن البضاعة اللي نزلت لعبد العزيز؟ يا باشا بعزز عليها واحدة واحدة وأجيب لك كل المعلومات. طب وش علان؟ ورحمة أمي اللي أجيبه لك حي أو ميت. اتفضل. أنا اللي قلت لها يا عم زكريا، وده كان لازم يحصل من بدري. أنا عارف أنا في نظرك دلوقتي إيه؟ هشل وبتدخل في اللي ماليش فيه، بس هي اللي فضلت تلح عليا، لولا كده والله ما كنت هنطق بكلمة. وهي إيه اللي خلاها تفكر في كده؟
اللي اذا كنت انت قعدت تتحنجل لها وما صدتش العهد اللي بينه وبينك. انت مش قلت لي انك انت مش هتتصل بيها تاني؟ حصل يا عم زكريا، حصل. انا عمري ما اخون العهد اللي بيني وبينك. هي اللي كلمتني وفضلت تلح عليا عشان تقابلني وتعرف الحقيقه. عايزه تعرف انت ظالم ولا مظلوم. تعبت يا عم زكريا من كتر التفكير فيك وفي امها. وعلى فكره هي اللي سمعت. سمعتك انت وخالتها وهي بتتكلموا على الباب. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ اقول لها ماليش دعوه بالموضوع. عم زكريا انا حبيت اقرب المسافات، اريحها واريحك. وانت كده قربت المسافات يا عبد العزيز؟ انت جيت كحالها عماتها. حنين بنت طفشه. سابت بيت خالتها، محدش عارف هي فين ولا عملت في نفسها ايه دلوقتي. ما تخافش. بنتك هترجع وانا اللي هجيبها لك. بنتك طيبة وفيها منك كتير. ولو تتصل بيا عشان تعرف ابوها ظالم ولا مظلوم مش سهل عليها تزود احزانه. قلبت عليها الدنيا وكلمت كل اصحابنا ما لقيتهاش. طب ادخلي. طب بقول لك ايه، كلميها تاني. كلمتها مليون مره، تليفونها مقفول. طب ابعتي لها رساله، يمكن عامله الخاصيه المنيله بتاعتكم دي. والله بعت لها على الواتس والبيبي، مفيش فايده. انا خايفه تكون عملت في نفسها حاجه، دي اول مره تسيب البيت وتمشي. ما هي اول مره كل حاجه، اول مره تسيب البيت وتمشي، اول مره باباها يظهر في حياتها، كمان تكتشف انه مظلوم. الصدمه ما كانتش سهله عليها. اللي انت عملتيه كان غلط يا ماجي. انا عملت ايه بس يا ندى؟ انت هتعملي زيها؟ اللي عملته ده احسن حل. خلاص احنا مش هنتكلم في اللي فات، انت خشي بتاعي دلوقتي وانا مش هسيبها غير لما الاقيها. ارتاحي بس. اثبت يلا. ادي. لم مطوتك يا شعلان. خير يا ابني، في ايه كفاله الشر؟ خش انت جوه يا عم زكريا. مطوة شعلان طالما فتحت لازم تنصف. حط المطوة في جيبك يا شعلان بقول لك. الرجالة دي جاية تنفذ أوامر وتقضي مصلحة. بيقولوا للي بعتكم ابعد عن طريقي، واللي هيمس شعلان رصاص طبنجته هيتفرخ في راسه. تعالى شعلان، تعالى يا عم زكريا. حنين ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. هو بابا فين؟ باباكي راح مشوار. لا لا هو موجود هنا. تعالي اتفضلي في المحل وابعتي له الباك جراوند ده. لا ملهاش اي لازمه، بس انت قول لي هو فين بالظبط وانا هروح له بنفسي. لا تعالى انا اوديكي بنفسي، مش مشكله. ده جنبينا هنا. اوكي ده تعالى. اخبارك ايه؟ لا خالص كله تمام الحمد لله. تعالي حتى هنركن قدامه وناخدها على رجلها. يلا معلش بقى، دي طبيعة الشارع. يا دكتور احمد. يا عم طلعت. ايه اخبار الموبايل اللي خدته مني من اسبوعين؟ هنك يا عم طلعت والله. هو كمان هنك. بقول لك ايه، انا داخل على الجوازة التالتة النهارده. تاني يا عم طلعت؟ محتاج حاجة تقوي. تمام يا عم طلعت. من الاخر دايركت. تمام. من الاخر يا عم طلعت دايركت.
هطور رقبتك ما تقلقش. مضمونة. على ضمانتي. على ضمانتي. على خير الله. تمام؟ تمام. كمان واحدة هندوس. كم الحساب؟ خلاص عندك كاشير بقى يلا. مفيش خالي. خلاص بقى عم طلع. مفيش خالي مرة. سمعت كلمة بابا عن بوقك الحلو ده قبل ما مات. هتفضل طول عمرك تسمع حاجه عشان كمان محتاج اقولها كتير قوي. خلاص مفيش حاجه في الدنيا تقدر تبان لما بقى تاني. قولي يا بابا صغير سامحني على كل كلمه قلتها وجعتك. اسامحك؟ انا اللي سامحك يا حبيبي؟ حبيبتي انت اغلى حاجه في عمري. حته مني كانت ضايعه بقى لها 15 سنه والنهارده بس لقيتها. شوفي فرحتي تبقى فيها قد ايه. حبيبتي انا اللي عايزك تسامحيني. انا اللي عايزك تسامحيني يا حنين. سامحيني على كل اللي عملته معاكي. سامحيني على اني حرمتك من امك رغم انها حامل. سامحيني على انك حرمتك مني. يتمتك وانا لسه على وش الدنيا. حبيبتي انا هعيش بقيه عمري كله عشان اعوضك عن كل لحظه اتضايقتي فيها. يا بابا خلاص بقى يا زكريا. انت اللي بهش دراما. ما تبوظت فرحتي بيك. معاش اللي بوظ فرحتك يا حبيبتي. معاش اللي خلي دمعه واحده تنزل من عينيك. انا مش هسيبك هنا في المكان ده. انا هاخدك معايا. لا 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 ايه 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 ايه؟ يعني بعد كل ده عايزه تاخدي مني عم زكريا؟ ده انا اللي مربيه ده. حبيبي. يلا يا بابا. يلا فين بقولك؟ انا مظبط له مكنه مع صاليه الشقه على اعلى مستوى. عبد العزيز انا اسف انا مش هقدر اسيبه اكتر من كده. انا هاخده معايا. طب بقولك ايه؟ بص يا حبيبتي انا هاخدك دلوقتي اوصلك عند خالتك وانا اللي هصالحك عليها ما تقلقيش. ما انا مش هطمن عليك غير عندها. انت صح بما يرضي الله. انت صح. يلا عشان نوصل. يلا ايه؟ هنوصلها. وانت مالك انت توصلها لي؟ انا اللي هوصلها. انت هتوصلها؟ ايوه. بايه؟ بايه ايه؟ يعني خد وراك على العجله ولا هتشيلها على كتفك؟ انت هتوصلها على ايه؟ بالعربيه. عربيه؟ والعربيه هتاخدنا احنا الثلاثه؟ طبعا. انت تقعد ورا شارب لك وجعك وتمجد وهي تقعد جنبي. لا يا حبيبي اطمن انا رجليا زي الفل حديد. طيب انا هركب جنبك قدام وهي تركب ورا براحتها. زي الفل. اديني بس هسه. هتعمل فيها ايه؟ هسه كده هكلم اياد بس عشان خاطر يبعت لنا عيل من العيال دي يقف معانا هنا كده المخزن. مش هنسيبه يعني. طب يلا خلص. ايوه يا اياد. وصلت المعرض؟ طب بقول لك ابعت لي حد من العيال. ابعت لي شبرو عشان المخزن. انا مشوار كده صد رد والمخزن ما يبقاش لوحده. طيب سلام. هو ايه ما جاش لسه يا عم؟ ايه يا عم زكريا هتشتغلني؟ يلا عايزين نلحق مش عايز اتاخر يا عم. الراجل اصبر اصبر مش عايزين نتأخر. عايزين نوصلها بقى. نتأخر على ايه؟ نتأخر على ايه؟ مش عايز اتأخر برا. عايز اوصلها عند خالتي. الحمد لله اني لقيتك يا معلم سيسو. الحمد لله. انت بتنعي عينيك. انا مش بنعك. انت شايفني في عينيك بنعك لكن انا واقف ساكت. بينك ده ولا ما بينكش؟ انت بتنهج ليه يا ابني؟ بقى هو سكت. ما تنهكش. ما تنهكش. المعرض اهو. هي الخطوتين دول خلوك هتموت. احنا هننهج لعز منك. مش انت قلت تعالوا صد رد؟ صد رد. تعالوا صد رد دلوقتي. انت جيت ليه اصلا؟ هو عايز روح اطلع بره. تعال انت اسكت. انت هتقعد هنا هتامن المخزن عشان البضاعه دي ما تتحركش غير لما اجي لك. بص يا معلم زيزو الله يبارك لك دي مش اول مره. كل ما تجيب لي المخزن بتحمل لي مسؤوليه. يقعد هنا يامن المخزن لكن ما ينفعش اقعد هنا وامن. يلا ده فيها موال تاني. يلا أباكرو! أباكرو! مرحبا. بودلو. بودلو. جيت؟ مين دول؟
بدول ايه؟ انت مش عارف بدول؟ ايوه مين دول بيشتغلنا؟ بقول لك اقعد هنا عشان اعمل مخزن. هو فاكرني شغال عنده؟ بقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل الخطه الثالثه بتاعتنا، احنا هناخد المعرض دوت او المخزن ده ونستولي عليه بوضع اليد وبعد كده ندي لزيزو. يا عم انت مخك ضرب ولا ايه؟ ده عبك زكريا ودي البت اللي لقاها على باب الجامع وقال اتبرى منها، وبعدين زيزو قال لك اتجوزها وعب زكريا يبقى زدت في الدقيق ده، انت مش فاكر حاجه؟ ايوه مين بيعملوا ايه؟ مين زيزو ومين زكريا ومين البت اللي معاه دول؟ انا في الاول وفي الاخر ده اللي يهمنا. اسمع كلامي. اسمع كلام انت، صل على النبي. على الصلاه والسلام، على الصلاه والسلام، على الصلاه والسلام. كنت داسي يا فكرك وكنت فاكر انا نسيك برضه. مين دول؟ اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. قلت لي بقى اشربوا ايه؟ متشكرين يا حاج. هو المخزن بعيد، اصل احنا لسه مشوارنا بعيد شويه. لا بعيد ايه، ده فرق الكعب زمانه جاي على طول. طب البوتاجاز ده يقطع كام يا حاج؟ بوتاجاز بومبيه. ايه يا حاج انت نسيت الاسعار ولا ايه؟ الاسعار ايه اللي هنساه؟ ده السوق بتاعنا اصل مره فوق ومره تحت، كل يوم الاسعار بتتغير. يعني ده يا ست يعمل 3250 جنيه. السلام عليكم. اهو شفتي؟ البلعوطي مخستها معاه شويه. والمعلم قنديل مرضيش يديني رغم ان انا شايف المحل مضروس بضاعه. طيب يا قنديل الكلب، روح بقى الجرجس ولا اي حد اتصرف. الله، معقول اشوف الغباوه؟ قال بعد المشوار ده كله جاي يقول لي الست بتاع المغرب. يلا اتصرف. معلش. ها هوا يلا هوا. معلش يعني في حاجات كده باذن الله، بس ربنا يفرجها باذن الله بدون موطع الله ان شاء الله. قلت لي بقى هتشربوا ايه؟ حتى عشان خاطر الانسه الاموره. ايه عم الشياب؟ رايح فين؟ ادخل الشنطه؟ لا هات الشنطه عندك انت. تقيل عليك عم. لا مش تقيل ولا حاجه، ما بتلعبش نفسك انت. ادخلوا يا جماعه، تفضلوا واقفين كده. معلش ادي الشنطه اهي، وحنين جبناها واطمنا عليها. نستأذن احنا بقى، احنا ورانا شغل كتير اصلا في المعرض. لا ما انا صفيت شغل خلاص، قفلت انا. وبالنسبه لك انت قبلت استقالتك. ايه يا عم زكريا، واحنا غرب يا راجل؟ خش يا عم. ما يصحش الستات قاعدين لوحديهم. لو انت متعرف عليهم في مارينا، دي بنتك ودي خالتها. ايه يا عم زكريا؟ جرى ايه يا زكريا ما تدخل، هي دي اول مره. الله اوبا. ايه ده؟ ايه اول مره دي؟ لا
يعني انت رجلك بقى ماشيه هنا امال منشفه عليا انا ليه يا عم زكريا؟ خلاص يا عم انت مش كنت جاي توصلنا؟ اه خلاص توكل على الله. انت قاعد؟ لا انا ماشي. خلاص امشي انت وانا اخش. يا عم يلا بينا بقى. يلا عبد العزيز. ايوه يا عم زكريا. بابا ايوه روح بابا. حضرتك ممكن تعمل حسابك ان انت تتعشى معانا بكره؟ طب ما نخليها غدا. الله يا عبد العزيز ما نتغدى بقى. الله ابقى تعالى يا عبد العزيز. ما انا اهو يا عم. يلا ما انت اهو وانا اهو. انا زعلان على زعل. لا مش زعلش. ما تزعلش على زعل. ما انا صالح ومانا. طب يلا يعني يا عبد العزيز مشروع. يلا يا عبد العزيز. في ايه؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. عشتيني انت وحشتيني قوي. ما قلتليش هعمل ايه؟ ما هو ابويا لسه راكب دماغه وعايز يقعد في المعرض بدالي. انا هعمل ايه دلوقتي؟ حاسه اني عامله زي ما اكون نبيله عبيد كده في كشف المستور. العاش ولا كان اللي يكشف سترك يا سناء. سلام يا سناء لو تسمعي كلامي وتثقي فيا. سلمي لي نفسك يا بت. ثلاثه بالله العظيم في ظرف ثلاث ايام اخليك نجمه مجتمع. يا اخويا انا مش عايزه ابقى نجمه مجتمع. انا ما صدقت اشتغل واحس كده ان التجاره بتجري في عروقي ولقيت حاجه تشغلني. وبعدين مش عايزه اعمل دقه نقص مع ابويا. عيب الراجل لسه فايق من خبط هقوم مدياله التانيه. هبقى واطيه قوي بس مش عارفه اعمل ايه. قولي انحرف؟ عيب تنحرفي؟ تنحرفي وانا موجود. انت معايا تبقي محترفه مش منحرفه. يا سلام لو تحني ادخلك السوق وانت راكبه سحابه. سحابه يا اخويا الدنيا اماره. ما المشكله ان انت ما بتثقيش فيا. مداني ظهرك ومهتمه قوي بالواد بتاعك ده اللي اسمه عبد الحميد عبد الحب العزيز. مع ان الواد دوت ما ياخدش في ايدي غلوه. اه والله انا المتحكم في السوق. انا اللي اقول مين يعلى ومين يستنى ومين ينزل. وانت حاطه في دماغك ليه؟ بتغير عليا؟ لا عبد العزيز ده اصبح جسم غريب في الشارع. لازم يوحشنا بخ. بيتهيألك زيزو قاعد ومربع وبيكبر وعارف يبدأ من مفيش. حاطط راسه براس أدخن معلم في السوق. لو تشوف محله والمخزن بتاعه هو متهلتل البضاعة هتفهم أنا بقول إيه. تعرف إن أنا ساعات بقول إن زيزو ده يمكن يرجع زي الأول وأحسن كمان؟ مش هيحصل. أو زي ما تقولي كده لن أسمح إنه يحصل. الله عليك الله عليك. النبي ليش وشك؟ اقفش يا هندسه. اسلام ايه ده؟ ايه الحاجات الجامده دي يا عم زكريا؟ حلوه الحاجات دي يا عم زكريا. الله يبارك فيك يا ابني بالهنا والشفا. طب ما عملتش كده حل الطيفون دابت ولا كسكسي؟ مش بنتك دي كانت تايهه؟ تايهه في ايه؟ شوف رجالتك دول يا عبد العزيز. تايهه ايه يا ابن التايهه؟ يا ابن التايهه ركز بقى. طب بتشتم ليه؟ طيب مش ربنا كرمه ورجعت له بعد ما لقوها قدام الجامع وهي حته لحمه حمراء وكان فيها على سبيل. ايوه ايوه لا انا عامل الراجل ريح بقى شويه على جنب. عبد الله بتاع ده ولا انجز اعمل ايه؟ خدوا مياد بقى وفض الليله دي عشان نقعد مع الباشمهندس شويه. طب يلا يا رجاله من هنا. يا حبيبي يلا من هنا. خد بقول ايوه يا اسطى. شبره فين؟ شبره رائد قدام المخزن زي ما قلت له. طب ما ترقدليش انت هنا. روح له اقعد جنبه. نامه جنب البضاعه. ما تمشيش غير على النوم على طول. ولو حبيت تبات بات اه او اختفي. يلا. طب بقول لك ايه؟ خد خد النهارده انا عامل مكافاه جامده قوي. الراجل كل اليوم هيتوزع عليك. يلا عم ايه؟ يلا يا سيدي يلا. خد اخد حته لشبره. يا ابني استنى بقى. يا ابني ايه معلم؟ يا نهارك ابيض كان بقى ياض. الراجل هيتوزع النهارده كل على كل الشباب. حصل حصل ايدك لو اتمدت هقطعها. يلا من هنا يلا يلا رجاله يلا رجاله يلا عشان عندها شغل.
ما تقفشني بقى وانطر. ايه؟ قفشني بقى وانا وانطر. حبيبي يا زيزو. بقيت صعب قوي على شعلان. ده انا بحبك قوي يا زيزو. خد. ببركتهم كده. تسلم يا غالي. يلا بقى. عايز حاجة مني يا عم زكريا؟ هطمنك يا زكريا. بقول لك. ما تنساش اخوك. شبرقه هو وبناته، خليك جدع. ايوه يا جدع، ده محمود ده في عينيا. يلا توكل على الله. سلام. ابراهيم. تعال يا باشمهندس اهو. امرني يا استاذنا. اه. طبعا رقكوا جري على الفلوس ها؟ بس ما تخافش حقكم محفوظ. الفلوس برضه حلوه يا استاذ عبد العزيز، بس شحه. شحه جامد يا ريس. ما بين الحلم وتحقيق ومشوار يا ابراهيم. بس مشوار لازم تمشيه. ولا ايه يا عم زكريا؟ معاك حق يا اخي. عندك انا اهو. انا كنت احلم في يوم من الايام ان هرجع اخد بنتي في حضني تاني بعد السنين دي كلها. ربنا يخليها لك يا عم زكريا وتفرح بيها ان شاء الله. تعيش يا ابني. قول. وبقى شبرا اخواتك. انا وياسين؟ انت وياسين والعيال اللي معاكوا في السكن دول بقدوهم حاجه. تمام ماشي. بقول لك انت جهزت دراسه الجدول مشروعنا؟ اه بص يا ريس، احنا جاهزين. كتبنا كل الافكار على الورق، وياسين دماغه اشتغلت في حاجات تانية كمان اخطر من كده بكتير. اسمع بقى، انا عايز مخك يشتغل انت وياسين في اي حاجة، سواء قابلة للتنفيذ او مش قابلة للتنفيذ، يعني صناعات مغذية ماشي، رمودات ماشي، جامعات اطفال ماشي، اي حاجة فكر واعمل لها نموذج، ولو عايز فلوس مش هنتأخر، خد من عمك زكريا. ودي هنصرفها تحت بند ايه بقى يا عبد العزيز؟ مصاريف نسرية لزوم تحقيق أحلام. ربنا يحقق لك أحلامك يا ابني. خليه يلعب يا نورهان. ما دام الريموت كنترول في إيدي أقدر أغير للمحطة اللي أنا عايزها. قولي لي بقى، هتشوفي عبد العزيز إمتى؟ بس تأمرني يا دكتور. ضروري تشوفيه يا نورهان، أه تطمني عليه وتشوفي السوق عامل معاه إيه. ما تبقاش الحكايه مجرد بتنزلي له بضاعه وخلاص. اصل انت بقى هيك بهالشغل. خير، كل خير يا نورهان. بس دكتور انس مصر يعرف عبد العزيز من وين عم جيب هالبضاعه. خليه يلعب هو والاخر، يعني انا عارف كل اللي بيعمله. بالعكس انا عايزه يعمل شغله على اتم وجه. طيب وبركي عارف انه انا اللي عم بعطيه هالبضاعه كلها، شو بيصير؟ يصير اللي يصير. الله. لو عبد العزيز طلب منك بضاعة نزلي له، ما تبخليش عليه. طيب وشو غرضك من هالموضوع؟ يعني شو رح تستفيد؟ بنشجع الشباب، انت خسرانة ايه؟ مظبوط، لازم نشجع الشباب. ها اديك قلتيها اهو. ها امال عبد العزيز اصله خامة طيبة، ممكن يشكلها ويطلع منها حاجة كويسة، وده اللي انا بعمله دلوقتي. بس يا الله انت بعدك مفكر حالك نجم وبدك كل هالكواكب تبرم حواليك. يا خوفي بقى، انت حابب تكبر يجي شي نهار تقشط ويقلب اسود. انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوليه. لا بس فهمت تقشط. كويس انه الجميل لسه صاحي. انا جبت لك كوبايه لبن دافي عشان تشربيها قبل ما تنام. تعالي يا حبيبتي. ايه ده يا عم يا عم على الناس اللي بتتهادى؟ ايه الموبايل الجامد ده؟ معقوله يعني تامر جابهولك عشان يصالحك؟ تامر مين يا مجد؟ ده ما بيرضاش يجيب نفسه كوبايه شاي. تقولي تامر ما تجيبليش السيره دي من النبي تاني. انا جايب الموبايل ده بابا حبيبي بعتولي مع عبد العزيز. تخيلتي اول مره افتحه من ساعه ما جابه. يا عم بقى ربنا يخليهولك يا حبيبتي ودايما يجيب لك. بس ايه حكايه عبد العزيز دي؟ عبد العزيز انت مش فاهمه عبد العزيز ده ايه؟ انسان جدع جدا. لو تعرفي بيحب بابا قد ايه. بابا بس ايه بلاش حركاتك دي، انا عارفاكي بتدحلبي. طب عيني في عينك كده. بصي بصراحه انا معجبه بيه شويه. هو انسان ذوق ومحترم وبيعرف يتعامل مع البنت بادب واحترام كويس قوي. يعني زي ما بيقولوا كده راجل ابن بلد. عارفه يا مجد انا ياما هزقته وبهدلته بس هو استحملني ما عمليش اي حاجه. والله واحد غيره كان قال وانا مالي ومالها ومال ابوها كمان. هو باين عليه ابن حلال. فجأة كده غيرتي رأيك؟ فين تامر كنت عايزة ترجعيني امبارح؟ هو في ايه؟ انت ليه واقفة لي على الواحدة؟ قولي لي هنفرح بيكوا امتى؟ ايه يا حاجة الكلام الكبير ده؟ انا عايزة افرح بيكي بقى يا حنين. بصي يعني ما تخليش خالك يروح لي بعيد قوي كده.
زي ما قلت لك هو عجب بس صغير قوي. لا 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 يا عبد العزيز، انت كده بتورط نفسك، بلا سلاح بلا كلام فارغ. انت معاك اي فايلات ودوسيهات ايه عشان توزن نفسك؟ مش انت اللي قايل لي الكلام ده قبل كده؟ ما هم مش سايبيني في حالي. الله، عايزين يطفشوني من الشارع ومن التجاره كلها، يا اما كده يا اما ابقى واحد منهم وتحت سيطرتهم. بقول لك ايه، انا انصحك تخلع، تخلع منهم خالص وتخلص من التهمه اللي عندك دي. انا عايز العبهم بس، هم اللي بدأوا وانا ظهر الحيط. خلي بالك تلعب بيه، حد بيلعب الشيطان؟ انا لعبت الشيطان وجبته في شوال. مش فاهم. مش مهم تفهم، انا بس عايزك تسندني. لا 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 يا حبيبي، انا ماليش علاقه بالسكه دي خالص. بعدين لازم تفهم حكايه شعلان ده اللي مقصود بيها تبقى انت. يا سيدي انا مش عايزك تدوس معايا بمجهودك اصلا. امال انت عايز تستفيد مني بني شكل يعني؟ بص يا ابو عزيز، انا مش ناقصك، انا موضوعي محدد في كلمه ونص. انا مش عايز اقعد في البلد دي لاني ماليش فيها حاجه خالص. انت بقى عايز تكمل في السيرك اللي موجود ده، انت حر، بس بقى تتحمل مسؤوليه تنطيط الاحبال بنفسك مع نفسك. انا تخلعني خالص. انا مش عايزك انت، انت خلاص بقيت كارت محروق. ادي المصيبه، اي حد هيشوف وشي دلوقتي بيقول لي انت كارت محروق. اولا لو انت ما بقاش ليك حاجه في البلد دي، انا بقى ليا اهلي وناسي ودوري وتجارتي والناس اللي متعلقه في رقبتي، ولو بطلت تشوف فيها خير حقك، لانك كنت مقلبها ومهلبها واخد وش القشطه مشقتش، دماغك ما جابتش عرق، ما نمتش على الرصيف، ما اتضربتش ولا اتهنت ولا اتشلت مربعه. انما انا بقى غيرك يا باشا، عشان كده عمري ما هبطل اشوف فيها خير، حتى لو اسودت وداقت وقفلت في وشي هفضل عافر، هفضل عافر لحد ما اقف على رجلي حتى لو كسروني رجلي. ثانيا بقى، انا مش عايزك انت، انا عايز علاقاتك. يا عبد العزيز انا مبقاش ليا علاقات زي ما انت متصور. ازاي بقى؟ ده انت من الناس اللي رموا القواعد والسملات. لا، ما هو اللي بيطلع من الخدمه بيتعوى عنه الحراره. وانا عايز واصله لحبايبك، بس حبايبك اللي جوه مش اللي بره. طب واحد زيك انت بقى ممكن يفيدني انا ازاي؟ ممكن تعمل لي ايه؟ يحببك في ارضك اللي عمرك ما حبيتها غير بالرطرطه والكذب وكلام الجرايد، وساعتها بقى عمرك ما هتقول انا ماليش فيها حاجه. خش يا عم، خش خش. عايزك يا سناء، عايزك في موضوع يخصك، احسن يا اخويا تكون فاكرني جايه بتمحك فيك مثلا. طب ومال، ما يخصك يخصني، ما فيش فرق بيننا. يا سلام، لا في فرق. وبعدين احنا مش واحد، احنا اتنين. وبعدين انا غلطانه ان انا واقفه اتكلم معاك اصلا، انت واد براوي ومالكش في الطيب نصيب، ما سيبك تغرق وياكش تولع. انا 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 خايفه عليك ليه؟ صح؟ راحه فين انت؟ راحه فين؟ اطلع. ايه ده؟ ما انا لازم اتكلم معاك في حته ما حدش يعرفنا فيها. اطلع فين؟ انا عايز اشوف اكل عيشي، راح اشوف معرض. عيش مين؟ مش هتعرف تشوف ولا عيش ولا خبز. اطلع. فين طيب؟ في اي حته هاديه. ماشي يا سماء، هحكي لك حكي. وايه البشر دي اللي فجاه ضربت في اول الشارع؟ بشر.